التوقيت وفي المحتوى. بالنسبة للتوقيت، المشاكل موجودة في المنطقة بكثرة، ولا مشكلة الحرب الأوكرانية، والمشكلة الدائمة المشكلة الفلسطينية، ومشاكل خاصة باليمن وسوريا إلى آخره، توجد مشاكل كثيرة جدا. الحقيقة حضور الرئيس الأمريكي واجتماعه مع دول الخليج مع مصر والعراق والأردن أمر في منتهى الأهمية. الهدف منه الحقيقة في تقديري وأهم حاجة فيه الاستماع كل طرف إلى الطرف الآخر ورؤيته للأحداث وما يمكن أن يقدمه وما يمكن أن يعمله وما يمكن أن يؤديه. هذه هي قيمة هذه القمة. نعم سعادة السفير، يعني واضح أيضا أن الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها هي المحرك أيضا لكثير من التحركات الدولية على الساحة. يعني كيف تقدم هذه القمة حلولا لانعكاسات هذه الأزمة سواء للولايات المتحدة أو للدول العربية أو للمجتمع الدولي ككل؟ هذه الأزمة الحقيقة هي أساس تحرك أمريكي إلى الشرق الأوسط. يعني أساس هذه القمة هو التحرك الأمريكي الذي رئيس بايدن بنفسه يحضر إلى هذه المنطقة ليجتمع بكل هؤلاء القادة نتيجة لهذه الحرب وتداعياتها الخطيرة، تحديات جيوسياسية وتحديات اقتصادية وتحديات غذائية وتحديات كونية وتحديات وجودية للدول. فهذه كانت فرصة حكمت على الرئيس الأمريكي أن يأتي ليستمع ويقول مع هؤلاء القادة، يستمع إلى رؤيتهم، ولا بد أن يقول لهم أن الولايات المتحدة تريد أن تلعب دورا هاما في المنطقة، ويطمئن هؤلاء القادة على أن الولايات المتحدة لديها القدرة على أن تفعل شيئا في خضم هذه المشاكل الكبيرة. فهذه القمة كما ذكرت أن النفط هو الذي حرك جو بايدن إلى المنطقة. هناك مطالب أمريكية من المملكة العربية السعودية بزيادة إنتاج النفط، هل برأيك ستحصل الولايات المتحدة على ما تريد وتلبي المملكة العربية السعودية هذه الزيادة، أم أنها مرتبطة بمسائل اقتصادية تفرضها عليها يعني الظروف الدولية؟ طبعا وستستمع السعودية ويستمع قارة الخليج إلى طلبات الرئيس بايدن، وهم أيضا لهم طلبات لدي، وبالتالي فإن هذه الطلبات لابد أن يدرسها الجانبان، ولا بد أن يتوقعها الجانبان، ولا بد أن توضح الولايات المتحدة أنها على استعداد لأن تقوم بدور معين وتؤدي أداء معين يرضي دول الخليج. وبالتالي أيضا لأن الآن الولايات المتحدة على المحك، هل هي دولة عظمى تستطيع أن تفرض قوتها وتقول ويكون لها حلفاء تعتمد عليهم ويعتمدون عليها أم لا؟ هذه القمة هذا لا هذه الرؤية، هل تعتمد الولايات المتحدة على حلفاء وهل هم يعتمدون عليها؟ هذا هو السؤال الأكبر الذي يحكم هذه القمة. نعم. اليوم أيضا تابعنا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش هذه القمة. يعني كيف تنظر يعني كل من مصر والولايات المتحدة إلى بعضهما البعض كوزن سياسي فاعل في المنطقة؟ الولايات المتحدة الحقيقة ترى في مصر دولة هامة جدا في المنطقة وهي عنصر استقرار أساسي للمنطقة، وبدون مصر لا يكون هناك استقرار. وبالتالي فإن الرئيس السيسي سيوضح للرئيس الأمريكي أن هناك عناصر استقرار، عناصر استقرار بمعنى أن المشكلة الليبية لابد أن تحل بأيدي الليبيين، أن المشكلة اليمنية لابد أن تصل إلى نهاية معينة، أن مشكلة فلسطينية لا يمكن أن تكون راكدة هكذا، لابد من تحرك مهم بالنسبة لمشكلة فلسطينية، وأن المسألة السورية سوريا جزء من العالم العربي ولا يمكن أبدا التخلي عن استقلالها وعن وجودها والتهديدات التي تحيط بها. كل هذا يشرحه الرئيس السيسي ويقول له أيضا أن
مصر بالذات دي حاجة إلى استثمارات وأن وليس مساعدات، فبالتالي يفتح بايدن باب الاستثمارات الأمريكية في مصر، وهذا سيكون أمر مهم جدا. سعادة السفير، سياسيا ما هي عناصر نجاح هذه القمة؟ عناصر نجاح هذه القمة هي المكاشفة، يعني لابد أن بايدن يوضح ما هو الذي يمكن أن يقدمه للمنطقة، لدول الخليج، لمصر، للعراق، للأردن. لابد أن يوضح ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة في مشاكل التي تحيط بهذه الدول وبهذه المنطقة. وأيضا لابد أن يشرح قارة الخليج ومصر والأردن والعراق المشاكل التي تحيط بهم، وأن الولايات المتحدة دور مهم يطلبونه منها، وهل تؤديه أو لا تؤديه. هذه القمة ستكشف كل هذا. كيف يخرج الجانبان الأمريكي والعربي رابحين من هذه القمة؟ يخرج الجانبان رابحين إذا استمع جيدا إلى بعضهما، وإذا كانت النوايا خالصة بأن يقدم كل للآخر ما يمكنه تقديمه. إذا لم يكن الأمر كذلك فإن القمة لن تكون ناجحة. نعم. أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق.